وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: إذا شخص دعا الله عز وجل ثم قال: إذا ربي ما استجاب لي حبطل أدعو الله عز وجل، نقول هذا من القنوط، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا ممن لا يراد به الخير أن يصرف عن عبادة الله. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فدل على أن من الاستكبار أن الإنسان لا يدعو الله عز وجل ويتكبر عن دعاء الله تبارك وتعالى، ويخشى على هذا في دينه وفي توحيده وفي توكله على ربه، فيوكل إلى نفسه وتنزل به المصائب وتنزل به البلايا. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: يجاب لأحدكم أو يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يقول دعوت ولم يستجب لي. والحمد لله، الإنسان في الدعاء بين 3 فوائد: الأولى إما أن يعجل الله لك الإجابة، الثانية إما أن يصرف عنك من السوء مثلها، الثالثة إما أن يدخرها لك في الدار الآخرة. فأنت بين هذه الثلاثة، إما معجل وإما مؤجل وإما مدخر، أنت في خير عظيم. فنصيحتي لكل من أصيب بهذا القنوط وتلاعب الشيطان به أن يستغفر الله من هذا القول العظيم: لقد جئتم شيئا إدا، ومن هذا القول المفترى، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وألا يحرمنا دعاءه، وألا يحرمنا اللظيظ بهذا الجلال والإكرام، كما قال عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل لما نزل به ذلك المرض، وهو أنه يخيل له أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن، عليه الصلاة والسلام 6 أشهر. وقال كما من حديث عروة عن عائشة عند البخاري: قال: دعوت ودعوت ودعوت حتى استجاب الله لي. ومواطن الدعاء جميلة وعزيزة، ومن يصرف عن الدعاء صرف عن عبادة وتوحيد عظيمين. نسأل الله ألا يصرفنا عن دعائه، إنه على كل شيء قدير. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.